للتسوق يعود من جديد في نسخته الرابعة برزنامة غنية بالأنشطة التي ينظمها ويدعمها المجلس الوطني للسياحة في إطار جهوده لإثراء التجربة والمزايا السياحية التي توفرها قطر لزوارها. بدأ الحفل بعرض للأزياء قدمته المصممة القطرية الواعدة هند الرميحي. عقبها عرض لمجموعة الأزياء الفرنسية فات كونيكسيون، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الثقافي قطر فرنسا. توجت هذه التجربة الثقافية المتنوعة بعرض تقليدي لرقصة الأسد الصينية الفولكلورية التي تؤدى في المناسبات الهامة. انطلاقت العام الجديد مع مهرجان قطر للتسوق بأناقة، دائما في التميز سواء من الخصومات مع شركاء معانا، يعني زيادة عن المولات، معانا اللؤلؤة، معانا جاليري لافايت في كتارة، خصوماتنا تصل إلى 70%، طبعا أسماء كبيرة معانا في عروض الأزياء، أسماء عالمية، بالإضافة إلى المواهب القطرية الواعدة. عروض موسيقية للكبار وأخرى للصغار، بالإضافة إلى خصومات في الأسعار وحفلات المشاهير، كل هذا في انتظار كل مقيم على أرض قطر. وهيبة بوحلايس، العربي، من الدوحة.